أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، سنتعرف على الفنان بشار الشطي ومعلومات لا تعرفونها عنه. مطرب وممثل كويتي وملحن أيضا، أي فنان عربي شامل، لديه الكثير من المواهب القوية التي اشتهر بها كلها، فقدم العديد من الألبومات الغنائية والحفلات والمهرجانات ولحن العديد من الأغنيات الشهيرة، بجانب المشاركات الوطنية والحملات الإعلانية، وقدم عدد من البرامج التلفزيونية بجانب دخوله لعالم التمثيل. بشار يعقوب الشطي من مواليد الكويت 22 من سبتمبر لعام 1982، يبلغ من العمر 39 عاما، برجه الفلكي هو برج العذراء، طوله 1.75 متر. أسرته مكونة من 3 أشقاء من الذكور وشقيقة واحدة، كان يعيش مع عائلته حتى تزوج عام 2011 وانفصل عن عائلته، وشجعته كثيرا ووقفت بجانبه كثيرا. بشار الشطي متزوج من سيدة لم يتم التعرف عليها إلى هذه اللحظة، تزوج عام 2011 وأثمر هذا الزواج عن طفل واحد اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن وهو ابن الفنان بشار الشطي. ما زالت حياتهم الزوجية سعيدة ويتبادلون المشاعر الزوجية بعيدا عن وسائل الإعلام، وصرح الفنان بشار الشطي أن حياته الشخصية لا يفضل التحدث عنها أمام الإعلام، واكتفى بالمعلومات التي قدمناها لكم بسبب الشائعات التي تداولت، وخصوصا المتداولة عن الفنانين والإعلاميين في آخر الأوقات. يذكر أن زوجة بشار الشطي تحمل الجنسية الكويتية وتبلغ العقد الثالث من عمرها وتعتنق الدين الإسلامي، وما زالت تعيش وسط حالة من الفرح برفقة زوجها وابنها. للعلم أن شقيقه الأكبر هو الشاعر يوسف الشطي. يوسف الشطي من مواليد دولة الكويت عام 1975، شاعر كويتي وضابط سابق برتبة مقدم في وزارة الداخلية الكويت. في مطلع مشواره الفني أيضا، ارتبط بشار الشطي بفتاة أحبها وكان قد يتجهز للزواج منها، سوى أنها توفيت في أعقاب إصابتها بمرض الورم الخبيث، الأمر الذي أصاب الشطي بحزن حاد، حتى أنه فكر في اعتزال الفن لكنه تجاوز الحالة الحرجة. وأثناء برنامج ستار أكاديمي، ارتبط بشار الشطي بالمتسابقة صوفية المريخ، وأثارت علاقتهما الجدل إذ انتشرت زمانها شائعة انتحار صوفيا عقب انتهاء الصلة بينهما، لكن صوفيا أنكرت المسألة فيما بعد. تطور حال الفنان من الطفولة حتى الآن كبير جدا، حيث بدأ بالدندنة وتقليد بعض المطربين المقربين له، حتى استمع به أحد أقاربه وشجعه على تنمية تلك الموهبة، وبات يحلم الشطي باللحظة التي ينشر فيها موهبته ببلده وبالعالم العربي، ليبدأ دخوله عالم الغناء عن طريق أحد الحفلات الغنائية في فريق الكورال خلف المغنيين، وذلك عام 2000. وكانت فاتحة خير له، حيث شجعه هذا على البحث عن فرصة جادة لإشهار نفسه أكثر. البداية الحقيقية عند انطلاق برنامج ستار أكاديمي لأول مرة عام 2003، وقرر بشار الاشتراك بالبرنامج ليساعده على الشهرة وتنمية موهبته أكثر، وبالفعل نجح في التجارب الأولى واستمر بالترقي من مرحلة إلى أخرى، ووصل للمرحلة النهائية أمام الفنان المصري محمد عطية، ولكنه خسر أمامه بتصويت الجمهور، لكنه احتفظ بالمركز الثاني، وكان هذا نجاحا له حيث تعرف عليه الجمهور أسرع مما توقع. وبعد الانتهاء من مسابقة ستار أكاديمي، خطفته شركة الإنتاج روتانا وعقدت معه عقده الأول، وقدم معها ألبومين غنائيين في العامين المتتاليين 2005 و2006. وفي عام 2008 تم فسخ العقد مع تلك الشركة بطريقة ودية وبموافقة الطرفين، وعند سؤاله عن سبب فسخ العقد أكد أنه اختلاف في وجهة النظر ليس أكثر، وتعاقد مع شركة أخرى وهي الوطن آرت، وأنتج معها ألبومه الثالث في هذا عام 2009. عقب خاتمة برنامج ستار أكاديمي، أصبح واحد من نجوم المنضمين إلى مؤسسة روتانا، وقدم على يديها ألبومين غنائيين، الأول عام 2005 بشار الشطي 2005، والثاني في عاقبة 2006 واسمه ثاني مرة. قدم عدد من الفيديوهات، أولها جاي الحقيقة مع باقي زملائه بستار أكاديمي، وكان من إخراج إيميل سيليالت، كما قدم الفيديو شلون أبصر
وكان من إخراج هادي الباجوري ومن فيديوهاته أيضا جديد في جديد للمخرج وليد نصيف. كان عمله بالتلحين من أهم خطوات نجاحه في مشواره الفني، بالإضافة لأنه يكون مغنٍ. بشار الشطي ملحن أيضا، إذ قدم عددا من الأغنيات لكثير من المغنيين من ضمنهم مرام البلوشي وعبد القادر هدهد وراشد الفارس وسمر مطر وآخرين، مثلما لحن مقدمات غنائية لمجموعة من الحلقات المسلسلة والبرامج التلفزيونية مثل مقدمة سلسلة مسلسل الكرتون الكويتي يوميات بقتادة وبونبيل، مثلما أيضا لحن أوبريت تسجيل تلفاز الوطن والذي اشترك فيه بالإضافة إليه كل من صالح الحريبي وعبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل والفنانة نوال الكويتية. عمل فنانا بالعروض التلفزيونية وتقديم البرامج أيضا، وفي شهر رمضان عام 2007 دخل تجربته الأولى بطرح البرامج، إذ قدم برنامج بطولات حملة اسم استريح على قناة الوطن. في شهر رمضان عام 2008 شارك في برنامج منافسات أيضا حامل اسم منقولة على شاشة قناة الوطن. وفي شهر رمضان عام 2014 وقف على قدميه بطرح برنامج هو وهاي وهي، وشاركه تقديمه هيا الشعيبي وأمل العوضي وحلا الترك. التمثيل كانت آخر مواهب الفنان التي ظهرت عام 2012 من خلال مسلسل كنة الشام وكناين الشامية، وقبلها شارك في برنامج كوميدي تلفزيوني باسم أخبار البطاطا. أعجب بشار بفكرة التمثيل حيث وجد نفسه بالدراما التلفزيونية، حيث شارك في مسلسل للحب كلمة عام 2014 وأيضا صديقات العزيزات عام 2015 وأمنا رويحة الجنة، وأيضا وحكايات حين أراك وحكايات يأكل الناس وأحلام وردية، مسلسل أيضا دفعة القاهرة. كما قدم بعض المسرحيات والأفلام منها فيلم سرب الحمام وهامة ومسرحية زين عقلة الإصبع والدنيا أماني ورحلة عمر. وأما في رمضان عام 2020 سيشارك بشار الشطي في مسلسل بيبي مع الفنانة شجون الهاجري، وأيضا مسلسل سنوات الجريش مع الفنانة القديرة حياة الفهد. الفنان بشار الشطي مع ابنه عبد الرحمن. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.